ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا. تعالوا النهارده مع بعض نعمل الفراخ التندوري اللي احنا بناكلها في المطاعم، وبيكون سعرها غالي. هي مش هتكلفنا كتير. التوابل كلها موجوده في البيت. هنعملها بطريقه حلوه قوي وبطريقه سهله. تابعوا معانا الفيديو علشان نشوف عملناها ازاي، ونشوف هنقدمها مع ايه، ونشوف التتبيله الحلوه دي جت منين. وتعالوا نشوف مع بعض مقادير او مكونات التندوري. معانا علبتين من الزبادي، معانا هنا دول معلقتين كبار من الزيت، معانا هنا بقى معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معانا معلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من بهارات الجراماسالا اللي احنا كنا عملناها مع بعض، اهي خدنا معلقة صغيرة، ومعانا معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة شطة، اللي حابب يزود على كده دي حاجة اختيارية، والملح طبعا على حسب الطعم، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كركم، معلقة كبيرة من عصير الليمون. ومعانا التندوري بيبقى دايما لونه احمر قوي، فاحنا ممكن نستخدم معلقة صلصة من العلب. انا هنا هستخدم لون احمر غذائي، هحط نقطتين كده عليه. وطبعا معايا الفرخة مغسولة، واحنا شايلين منها الجلد، هي الفراخ التندوري بتتعمل بفراخ ومتشال منها الجلد. حاجة تاني انا هنا بصوا عاملة فيها فتحات كتير علشان التتبيلة بتوصل ليها من جوه وتستوي كويس، وهنا نفس الكلام في الصدر، فتحات من هنا ومن هنا ومن جوه. فانا دلوقتي هركن الفراخ على جنب وابتدي اجمع التوابل والخلطة اللي انا هنقع فيها الفراخ. نبتدي مع بعض. هنحط هنا الملح والتوابل بتاعتنا، البابريكا والشطة ومعلقة الجراماسالا والكزبرة، سوري الجنزبيل والثوم، هحط كله مع بعض. طبعا كل المكونات دي هتتكتب في الديسكريبشن بوكس. معايا معلقة كبيرة من عصير الليمون، معايا معلقتين كبار من الزيت، ومعايا علبتين من الزبادي. وصفة مختلفة للفراخ، كلها عملناها مشوية، وعملناها كنتاكي، وعملناها الكفتة، فاحنا ايه بنعمل وصفات كتير علشان الولاد ما يزهقوش. دي العلبة الزبادي اهي التانية. وهاخد نقطتين من اللون الاحمر، حابين تحطوا معلقة صلصة كبيرة دي ترجع لكم. ادي كده نقطتين. هخلط بقى كل الكلام ده ونرجع مع بعض نشوف لونه هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين هنا انا خلطت كل التوابل بنقطتين من لون الطعام الغذائي اللي احنا حطيناهم مع الزبادي والزيت. هبتدي بقى اخد الفرخة بتاعتي اللي انا عاملة فيها فتحات كده، طبعا الفرخة مغسولة كويس، وهبتدي بقى ان انا ايه ادخل كل التوابل اللي انا حطيتها دي في الفراخ بتاعتي، بدخل في كل الفتحات اللي انا عاملاها علشان التتبيلة تبقى داخلة في كل حتة في الفرخة. يعني انا هسيب الفرخه منقوعه في التتبيله دي، انا عاملاها من بالليل، هسيبها لتاني يوم الصبح ليله كامله، يعني تقدروا تسيبوها اكتر من كده، بس يعني يفضل ان هي ما تقعدش اقل من 3 ساعات في التتبيله دي علشان تاخد الطعم الحلو بتاع كل التوابل اللي احنا حطيناها. انا هشيل الفراخ في التلاجة ليله كامله وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنعمل فيها ايه. هنا الفراخ اهي بعد ما سبتها ليلة كاملة
في التتبيله في الثلاجه، هبتدي بقى ان انا اخدها وارصها على الشبكه بتاعتي علشان ادخلها الفرن سخنه. طبعا تقطيعة الفراخ انتوا عايزين تخلوا الفرخه متقطعه نصين او اربع زي ما انا عامله، دي حاجه ترجع لكم انتوا. المهم ان هي في الاصل يعني بتتعمل من غير جلد، برضو حب يعني انتوا تحبوا تعملوها بجلد او لا دي براحتكم. برضو نرص كده الفراخ اهي، التتبيلة دي مش هنرميها، احنا كل شوية برضو هندهن وش الفراخ بيها. تمام، هقفل عليها بقى كده وادخلها على في الفرن في الرف الوسطاني، وهشغل الفرن من تحت، مش هشغل الشواية دلوقتي، انا هشغل الشواية في اخر كام دقيقة يعني. هدخلها الفرن ونرجع نشوف بعد ربع ساعة او تلت ساعة ناخد من الخليط ده وندهن وش الفراخ. تمام، وادي الفراخ بتاعتنا اهي في الفرن بعد تلت ساعة، هبتدي بالخليط اللي احنا كنا ناقعين فيه الفراخ وابتدي اديها دهنة كده. تمام، ويبتدي بقى ان انا اقلبها الناحية التانية، ونخلي بالنا علشان بتبقى سخنة جدا الشبكة، دهناها اهو. الدهنة دي بتديها طراوة وفي نفس الوقت بتخلي اللون بتاعها حلو قوي. نحاول نقلبها بقى كده على الناحية التانية. صينية تحتيها عشان عند السوائل اللي تنزل منها تنزل على الصينية. نفس اللي حصل في الوش الأولاني برضو بعد تلت ساعة هديها دهنة من الخليط اللي احنا كنا ناقعين فيه الفراخ لغاية ما تستوي، ونبقى نشغل عليها الشواية في الوقت الأخير. هي خلاص استوت، تعالوا بقى نغرفها. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي، لونها جميل جدا. لو انتوا حابين يعني تخلوا تدوا الشوايه وقتها اكتر من كده وتغمقوا اللون في التحمير، دي حاجه ترجع لكم. بس هي كده مستويه حلوه قوي اهو. معايا هنا طبق فيه بقدونس، دي بقى انا اطلع الفراخ. بجد طريقه حلوه قوي وسهله قوي، اتمنى تجربوها هتعجبكم. وادي الفراخ التندوري عملناها بكل سهولة وشكل رهيب وطعم جميل، مستوية جدا على فكرة من جوه. نقدر نقدمها مع اي نوع من السلطات، سلطة خضراء، انا هنا قدمتها مع سلطة الطحينة، واحنا عملنا الطحينة قبل كده في القناة، عملناها بالسمسم وعملناها بالفول السوداني. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تروحوا تشوفوه. وكمان هقدمها مع الرز بالخلطة، تقدروا تقدموه مع رز بسماتي عادي. الرز بالخلطة برضو عملناه في القناة قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه، برضو عملناه بطريقة سهلة وطريقة حلوة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم. بجد جربوا الفيديو ده، ومستنية تعليقاتكم، ومستنية اقتراحاتكم للقناة، مستنية تشجيعكم، اللايك بتفرق. استنونا فيديو جديد، باي باي.